كيف تعرفه في كتبته الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيرا. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عذول. ومن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت. قال: فقم فهاته فقد قبلت شهادته. يبقى هذا القاضي احتكم إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الرجل الشاهد الثاني يعتبر كان بيحضر علم الحديث فيعتبر إيه؟ عدل. خلاص، يبقى ده يشبه كلام مين؟ كلام ابن عبد البر. نعم. ونحوه قول ابن المواق من المتأخرين. كل ده بنجمعه في بوتقة واحدة، ابن عبد البر مع أبي حنيفة مع القصة ديت مع اللي جابها ابن أبي شيبة، كلها بتدل على إن كل من تلقى علم الحديث أو انشغل بعلم الحديث أو تخصص في علم الحديث محمول على الإيه؟ إلا إذا ظهر منه جرح أو فسق. نعم. ونحو قول ابن المواق من المتأخرين. المواق بتشديد الواو. قول ابن المواق من المتأخرين: أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك. وقال ابن الجزري: إنما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب، وإن رده بعضهم وسبقه المزي. فقال: هو في زماننا مرضي، بل ربما يتعين. يبقى أنا عندي الآن مع ابن عبد البر ابن المواق، وبعدين ابن الجزري وافق ابن عبد البر، وجيه وافقه مين كمان؟ المزي. كل دول وافقوا ابن عبد البر، قال هو المتعين في زماننا هذا ان اي طالب يطلب علم الحديث فهو محمول على العداله. خلي بالكم الكلام ده، لان خلاص تم تدوين السنه. يعني احنا الان ما احناش محتاجين الى هذا التشدد، او الى انما فتوسع ابن عبد البر هو يقتضيه الواقع. ليه؟ لان كتب الحديث دونت، وانا لو شككت في راوي مصير اروح فين؟ أبحث عنه في كتب الرجال وأبحث عن روايته في كتب الحديث. كما قلنا سابقا، يوم أن كنا ندون السنة وضعنا ضوابط دقيقة جدا حتى لا يتسلل إلى السنة من ليس لها بأهل. فلما كنا بنقول ممنوع الكافر يؤدي الحديث أيامها، وإحنا بن إيه؟ ممنوع الكافر يؤدي الحديث احتياطا. صحيح هو قد يصدق، يعني هو احتمال الصدق عنده وارد، وأليس كذلك؟ وأليس من احتمال الكذب عند المسلم وارد؟ لكن إحنا ضبطنا هذه الظاهرة، قلنا لحتى لا يدخل في حديث رسول الله ما ليس منه. فلما دونت السنة خلاص أصبحت المصنفات عندنا موجودة بهذه الضوابط اللي إحنا وضعناها. فلو أن كافرا من الكفار أو فاسقا من الفساق روى لنا حديثا عن رسول الله، وأردت أن أعرف إن كان صادقا أم غير صادق، أروح لإيه؟ للدواوين، للكتب. كذلك الحال أيضا أي طالب علم، أي محدث، أي من شغل بعلم الحديث هو محمول على العدالة. فابن عبد البر كلامه سليم، وإن كان اعترض عليه مين؟ ابن الصلاح. نعم. ونحوه قول ابن سيد الناس: لست أراه إلا مرضيا. هو أنا ضبط أراه لست أراه إلا مرضيا، هذا هو الذي يتناسب مع السياق، لأن احنا بنفرق بين أراه وأراه. أراه دي علم، يعني أنا لست أعلم إلا مرضيا، يعني معناه متيقن، لأن الرؤية تدل على يقين، علم يقيني. إنما أراه بمعنى إيه؟ بمعنى أظن. ولذلك نستخدمها فيما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حين طرق باب حفصة طارق، طرق كما في صحيح مسلم، طرق باب حفصة طارق، قالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، في بيت حفصة يعني، في بيتك. طيب الرسول لم يسمع الطرق، ولم يرى رسول الله إيه، إنما هو استقبل الخبر من مين؟ من السيدة عائشة. فقال: أراه، شوف أراه، لعم حفصة من الرضاع، يعني معناه أظن، لأنه لو كان سمعه بصوت بأذنه أو رآه بعينيه كان يقول إيه؟ أراه. هنا بقى يعني لما رأى ابن سيد الناس
أن من قبله قد اختلفوا في هذه المسألة والأمر ليس إيه؟ ليس قطعا أو ليس يقينيا، فسياق المقام يقتضي أن نقرأها كيف؟ نعم. لست أراه إلا مرضيا، وكذا قال الذهبي إنه حق، قال ولا يدخل في ذلك المسألة. الله، يعني إحنا الآن لقينا من يقف بجانب ابن عبد البر. يعني لما نشوف ابن سيد الناس، ومن هو ابن سيد الناس، وابن الجزري والمزي، ومن هو المزي، ونرى هؤلاء وابن المول يقفون بجوار ابن عبد البر ويؤيدون رأيه في ذلك، ده دليل على أن وجهة نظر ابن عبد البر كانت إيه؟ كانت سليمة وكانت صحيحة. ولا يدخل في ذلك المستور. المستور أظن حين سبق أو سيأتي، احنا عندنا مجهول ومبهم ومجهول ومهمل ومبهم. مجهول ومبهم ومهمل، ثلاث كلمات دي موجودة في علم المصطلح. مبهم الذي لم يصرح فيه بالإيه؟ بالاسم. والمهمل يشترك في اسمه أكثر من واحد. نقول سفيان، سفيان مين؟ سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد، حماد مين؟ ابن زيد ولا ابن سلمة؟ أسميه في الوقت ده إيه؟ مهمل. يبقى أن يشترك في الاسم أكثر من واحد ولم يميز. إنما المجهول هنا بقى، يا ترى المجهول هو المستور؟ المجهول اسم موجود، اسمه موجود، كل حاجة موجودة فيه، لكن احنا قلنا زمان يا إما المجهول ده لا يروي عنه، لا يعرف بطلب العلم، إذا لم يعرف بطلب الإيه؟ ما نعرفش إن كان طلب العلم ولا لأ، إن كان زاحم العلماء بركبتيه أو لا، أو لم يروي عنه إلى راوي واحد، فيش، ما عندوش مخرج أبدا ينقل عنه المعلومات اللي عنده إلا إيه؟ في الوقت ده احنا بنسميه مجهول عين. مجهول إيه؟ عين. طيب لو هو روى عنه كتير، كتار، ناس كتار، يبقى زالت جهالة الإيه؟ زجاجات العين. لكن أنا لم أعثر على أحد يوثقه، لم أفيش حد أبدا من العلماء قال ده كويس، ده راجل عدل. هنا بدأ العلماء يقول هل المجهول هذا هو المستور، ولا المستور نوع آخر غير المجهول؟ فالبعض يقول لك المستور من علمت عدالته الظاهرة ولم نعلم عدالته الباطنة. طب ومين المأمور أن يكشف عن عدالة الناس الباطنة؟ فهذا تشدد في غير موضعه. إن أحدا من الناس لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يعرف عدالة الإيه؟ التوكل واليقين والصدق وعدم الحقد، طب دي كلها أمور باطنية، من الذي يكشفها؟ إنه الله سبحانه وتعالى واحد، ما فيش واحد. لذلك ابن حجر مال إلى أن الجهالة والستر بمعنى واحد. نعم. ولا يدخل في ذلك المستور، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم. يبقى هنا فسر المجهول بالمجهول اللي هو بقى اللي هو جهالة إيه؟ جهالة العين. جهالة العين اللي هو إيه؟ ما دام قال غير مشهور بالعناية بالإيه؟ بالعلم، أصبح مجهول إيه في الوقت ده؟ مجهول عين. نعم. فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن، ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيها تلهينا، ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه، فهذا الذي عناه الحافظ، وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح. يبقى إذن الآن إذا وجدنا عالما معروفا بطلب الحديث أو تخصص في علم الحديث، ثم بعد ذلك بحثنا عن سيرته الذاتية فلم نجد أحدا جرحه ولا أحدا عدله، طيب يبقى حكم روايته إيه؟ صحيح. وإحنا عندنا في صحيح البخاري ومسلم جماعة بهذه المثابة لم نعثر فيهم لا على جرح ولا على تعديل، لكن هما إيه؟ بس لكن زالت جهالة عينهم، زالت جهالة عينهم، إما بسبب الرواية عنهم، ما احنا قلنا يبقى تزول جهالة العلم بإيه؟ بأن يروي عن الراوي اثنان فأكثر، فاحنا نجد راوي بسم الله روى عنه 30 40 او 20 30 واحد او 10، يبقى زالت جهالة الايه؟ العين. بقيت معي جهالة الايه؟ الحال. لم نجد فيه احدا لا عدل ولا جرح،
فيحمل أمره على هذا الأمر وتقبل روايته. وإذا الإمام موجود منهم شريعة فين؟ في الإمام البخاري. نعم نعم. لا ما دام موجود في الصحيحين لا، يبقى إذن حتى يتبين لنا أمره. نعم هتقرأها الآن. نعم. قال: ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق، فهؤلاء يحتج بهم لأن الشيخين احتجا بهم، ولأن الدهماء أطبقت على تسمية الكتابين بالصحيحين. والإجماع له حجة، الإجماع له اعتبار. يعني ما دام الأمة أجمعت أو عوام أو الع... أو الع... ما... ما... مش الدهماء هنا مش معناها الرعاع، لا، أهل الشأن أجمعوا على تسمية الكتاب البخاري بالصحيحين، إذن ينبغي أن يكون ما فيهما مقبول. مقبول. نعم. قلت: بل أفاد التقي بن الدقيق العيدي أن إطباق جمهور الأمة أو كلهم على كتابيهما يستلزم إطباق أو أكثرهم يستلزم إطباقهم أيوان أو أكثرهم على تعديل الرواة المحتج بهم فيهما اجتماعا وانفرادا. يعني إيه بقى العبارة دي؟ بيقول أفاد ابن دقيق العيد أن إطباق جمهور الأمة أو كلهم على كتابيهما يستلزم إطباقهم أو أكثرهم على تعديل الرواة المحتج بهم فيهما اجتماعا وانفرادا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الراوي هذا إما أن أنظر إلى من روى عنه اللي هو شيخه ومن روى له، أيوة، إما أن أنظر إلى اعتبار من روى عنه ومن روى عنه اللي هو التلميذ، ومن روى له اللي هو مين؟ الشيخ بتاعه. فهنا إذن الآن أنا مسكت الشيخ والتلميذ وصاحب الترجمة نفسه، فحكمت عليهم بإيه؟ أو مجرد ذكر الرجل في الصحيحين منفردا، ولا عبرة بالنظر إلى مين بقى؟ لا إلى الشيخ ولا إلى التلميذ. وده مما انتقد على الحاكم. الحاكم رأى أن مجرد ذكر الراوي في الصحيحين يستلزم إخراج حديثه فين؟ في المستدرك، ولم يراعي إيه؟ قضية الاجتماع، ولم يراعي قضية الاجتماع. ولذلك وهن في بعض الروايات، فليس مجرد إخراج رجل منفرد في البخاري أو مسلم يحكم على توثيق، بل ينبغي النظر إيه؟ أيوان في السياق الشيخ والتلميذ نفسه. نعم. قال: مع أنه قد وجد فيهم من تكلم فيه، ولكن قال الحافظ أبو الحسن ابن المفضل شيخ شيوخنا يقول فيهم إنهم جازوا القنطرة، يعني أنهم لا يلتفت إلى ما قيل فيهم. ليه بقى؟ احنا قلنا سابقا نقطة مهمة أرجو أن يعني تعوها. احنا قلنا سابقا لما يأتي الإمام البخاري ويأتي الإمام مسلم ويأتي الإمام مالك ويأتي الإمام أحمد ويأخذوا عدالتهم من الأمة، يأخذوا عدالتهم من الأمة، فكون الأمة، وإحنا قلنا زمان إن العدالة تثبت بإيه؟ منذ قريب بالشورى والاستفاضة. فوالله لو استفاضت، لو أجمعت الأمة على عدالة الإمام أحمد أو عدالة الإمام البخاري أو عدالة مسلم، فإن ذلك لا يؤثر في من ينتقد واحدا منهم، لأن المنتقد واحد أو عشرة أو عشرين أو خمسين أمام ألوف مؤلفة. تفهمون هذا؟ لا لا، فلا يعبأ بإيه. ولذلك احنا قلنا في المحاضرة الحمد لله معظم أئمتنا المشهورين أخذوا العدالة عن طريق إيه؟ عن طريق، ولم يأخذوها عن طريق التنصيص. لو خدها عن طريق التنصيص كان النقد يؤثر ولا ما يؤثر؟ كان يؤثر. فإذا كون الأمة أجمعت على تلقي الكتابين بالقبول، إذا ينبغي أن يكون ما بداخلهما متلقا بإيه؟ بالقبول. نعم. إنهم جاسوا القنطرة، يعني أنهم لا يلتفت إلى ما قيل فيه. قال التقي: وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على ما قدمنا
من استلزام الاتفاق، ووافقه شيخنا، بل صرح بعضهم باستلزام القول بالقطع بصحة ما لم ينتقد من أحاديثهما القطع بعدالة رواتهما، يعني فيما لم ينتقد. هو إحنا عندنا قضية مثارة بين علماء الحديث، هل الأحاديث اللي موجودة داخل الصحيحين تفيد الظن أو تفيد القطع؟ القطع ده عبارة عن إيه؟ إحنا عندنا قلنا زمان إن التواتر يفيد إيه؟ التواتر يفيدني حاجتين مهمين جدا، يفيدني علما ضروريا. يعني إيه علم ضروري؟ يعني حين يأتي جمع من الناس وصلوا إلى درجة التواتر يخبرونني بخبر ما، لست في حاجة أنا كمستقبل للخبر أن أسألهم ما دليلكم على ما تقولون. ده اسمه علم إيه؟ ضروري. يبقى العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى إيه؟ إلى استدلال. طيب بعد ما أنا كمستقبل للخبر المتواتر، إيه المطلوب مني؟ إنني أعمل به، أنفذ الكلام اللي سمعته. فلو إني جماعة وصلوا إلى درجة التواتر قالوا لنا يا جماعة في مثلا مشكلة في المكان الفلان وينبغي أن تخرجوا الآن كمثال، يبقى المعلومة أفادتني، يبقى الخبر ده أفادني إيه؟ علم ضروري، ولزمني الإيه بقى؟ أن أنا أخرج، لازم أخرج. وبناء بدل يد التواتر، يبقى التواتر يفيدني علما ضروريا بيسموه علم قطعي. قطعي معناها إيه؟ علم ضروري لا يحتاج إلى إيه؟ خبر الآحاد لا، خبر الآحاد يا إما يفيد ظن يا إما يفيد علم نظري. يفيد علم نظري، لو جالي 10-15 واحد قالوا لي في مشكلة في المكان الفلاني اتفضلوا اطلعوا، من حقي أقول لهم إيه؟ إيه الدليل اللي أنتوا على الدليل ده؟ يبقى لأنه علم إيه؟ نظري ولا علم ضروري؟ علم نظري. علم نظري يحتاج إلى إيه؟ أو نخليه ظن، مش مشكلة عندنا، نخليه ظن، لكن يفيد إذا خبر الأحد. هنا بقى طب الأخبار اللي موجودة في الصحيحين تفيد علما يقينيا أي قطعا أو تفيد ظنا يحتاج؟ قال لك لا، وجودها في الصحيحين يفيدنا علما ضروريا لتلقي الأمة لكتابهما بالقبول. ده قرينة، دي قرينة تجعل الأحاديث الموجودة داخل الصحيحين إيه؟ ها؟ في قوة الإيه؟ في قوة المتواتر. إما معناها في قوة المتواتر يعني تفيدني علما ضروريا، ويترتب على ذلك كما استمعنا الآن القطع بعدالة مين؟ رواة هذه الأحاديث. أفهمتم؟ قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة.